اهلا بكم في الصين، البلد اللي كانت سبب في غلق العالم 4 سنين. فين يا جدعان كورونا؟ ما جاتش الصين. سوشي بالبلوبيري، اكبر الستاربكس في العالم. اصطاد السمك كده، بتاكل اكل فريش. بص السمك حرفيا بيلعب. احنا هنا في الصين بعد 4 سنين، اخر مره كنت هنا 2019. عربيه انسان آلي واقفه بتبيع ايس كريم لوحدها. فخلينا نشوف ايه اللي اتغير في الصين. ده مش مطار ولا صالة كبار الزوار ولا اي حاجة، دي محطة مترو عادية جدا في الصين. المحطة دي اتبنت في ال4 سنين اللي فاتوا، الوقت اللي الناس كانت فيه قاعدة في بيوتها في كورونا، كانت الصين بتبني المحطة دي. جانغتشا نورث ستيشن، واحدة من اكبر المحطات وافخم المحطات اللي موجودة يعني عالميا بالنسبة لي. يعني هو اصلا الصينيين نفسهم بيقفوا هنا يتصوروا في المحطة، زي ما انتم شايفين كده الناس واقفة تتصور اهي. ان بالنسبه لهم ده اختراع. المكان جميل جدا، شكله حاجه من المستقبل، مودرن، مساحه كبيره قوي قوي قوي، في كل حاجه بقى، في عندهم كافيهات هنا ومطاعم وكل حاجه في المحطه، بجانب ان ده كله اتعمل في ال4 سنين اللي فاتوا. يعني ازاي ما اعرفش. مفيش سواق في القطر زي ما انتم شايفين كده، ايه الكتروني. الراجل اللي قاعد ده مش هو اللي سايق، هو بس قاعد مأمن عادي. عندهم بقى مكان هنا في القطر تشحن فيه موبايلك. لقيت مثلا موبايلك فاصل شحن وركبت عايز تشحن، تشحنه عادي. فين يا جدعان كورونا؟ ما جاتش الصين، جات عندنا احنا بس. زي ما انتم شايفين كده ايه، الناس كلها رجعت عادي جدا، والمولات والزحمه والناس بتاكل وتشرب، ولا ماسك ولا اي حاجه، ولا حاجه حلوه. هلا هلا ليش تشحن. حاجه من الحاجات اللي هنا مشهوره في الصين موضوع ان انت بتاكل اكل فريش، خصوصا في السمك. خلينا نتكلم بس السمك. بصوا السمك حرفيا بيلعب في الميه، يطلع ياخدوه على طول على البتاع يطبخ وتاكل، بحيث ان انت تاخد التجربه الفريش على اصولها. بصوا الكابوريا، انا لو حطيت صباعي ممكن يتقرم. بصوا الاستاكوزا، بصوا بقى ايه السمك بيعوم. يصطاد السمك كده، تاخدها تتحط على الهوك ده لحد المطبخ تطبخ وتاكل على طول. مش بس السمك كله، لا الجمبري كمان ايه، بص بيلعب. بصوا الجمبري ده، ده مش جمبري جامبو، ده حلامبو. هنجرب اول حاجه التوفو فيش، هي عباره عن قنبله زلابيا سمك. وحشه جدا. مشكله ان احنا معانا اصدقاء صينيين عازميننا على الاكله، اللي هو ايه مش هينفع نقول حاجه وحشه. نجرب بقى الجمبري، الجمبري المتعذب على العصايه ده. بصوا ده كده الجمبريه بعد ما طلعنا منها الجلد. وحش قوي والله العظيم. عندنا الجمبري عادي بيتقشر، هنا الجمبري القشر ماسك في الجمبري مش عايز يطلع. مش كان احنا جايين مع ناس وانا حاسس ان انا عايز ارجع، مش عارف. ركبنا دلوقتي وسيله المواصلات العالميه في وسط الشارع، عربية إنسان آلي واقفة بتبيع آيس كريم لوحدها. بصوا بقى إيه الآيس كريم ده، أنت بتشتريه من الإنسان الآلي اللي واقف في الشارع ده. هو واقف، تيجي تشتري زي الطفل ده كده، تختار تدفع بالموبايل أو بالبتاع وخلاص، طلع لك الآيس كريم. حلو 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 قوي. طيب بما إن إحنا في الصين جينا ناكل سوشي، طبعا السوشي هو اصلا ياباني، ولكن صراحه حبيت اخد التجربه بتاعت ان انت تقعد والسوشي كده عمال رايح جاي، وتقعد بقى تنقي وتاكل وبتاع وكلام من ده. واحد يجي يقول لي طب هم يعرفوا انت اكلت ايه وهيحاسبوك ازاي؟ اقول لك ان كل طبق من الاطباق دي ليه لون، كل لون بسعر. هو كاتب لك الاسعار، هو كمان الاخضر ب 14 والبرتقالي ب 10. خلينا كده نستنى ان شاء الله اما حاجه حلوه تيجي ناخد بقى. نقعد بقى نستنى بقى ساعة. هو أحلى حاجة في الموضوع إن أنت ما بتقعدش وتطلب وتستنى الأكل يجي والكلام ده كله، لا هو الأكل على طول عمال بيلف، فأنت إيه جعان شد وكل على طول. بصوا يعني والله مش عارف صراحة إيه ده. سوشي بالبلوبيري. السؤال بقى لو أنا ما عجبنيش أرجعه تاني ولا إيه؟ أدور بس ألاقي مكان فاضي أحط إن شاء الله أول ما يجي وقت فاضي. خد يا باشا. تعالى أنت، طب تعالى أنت. السوشي هو اللي معروف المتعرف عليه. احب اقول لكم طبعا ان ده حلال. بسم الله. طيب هو في حاجه دلوقتي انا خدت بالي منها في الصين،
الا وهي ان الزفاره باينه في السمك، يعني السمك تحس ان هو وحش قوي. فكره بقى ان لو في طبق فاتك هتقعد تستنى كتير قبل ما يجي، مش لان انت لو قعدت تاكل بالنظر مش هتاكل، يعني لو كلت بعينك انت سمي وكل، سمي وكل على طول، سمي وكل ولا تشم ولا تبص، كل على طول. والله حلو ده. ايه ده، انا تصادف ان انا الطبقين اللي خدتهم اسود 24 24، يعني 50. حلو. هو طبعا السوشي ما ينفعش، محتاج لك 50 قطعه عشان تشبع، بس انا مش جاي اكل. لا نجرب البلو بيري، سوشي بالبلو بيري ده بيجيبك ويوديك، يوديك في الحلو، فاكهه وسوشي. انا بقول كفايه كده. هنا في منطقة الشنط، منطقة كاملة متكاملة فيها مولات ومحلات بس للشنط، كل جميع انواع الشنط، شنط الجلد، شنط المدارس، شنط المدام، اي شنطة تتخيلها اتعملت موجودة هنا. ده كور فيركوس اللي هو بيجمع بين كالفين كلاين ومايكل كوز. ده بقى مش شانيل، ده شمال. بصوا ده الاعلان بتاع الشنطة، يوريك ان هي بقى ايه، تغسل فيها الفواكه، وقع عليها حاجه عادي جدا تمسحها تمسح على طول. بصوا بقى بتعمل لكم ايه، اختبار الميه. ان الشنطه بتشيل الميه زي الفل عادي جدا، ضد الميه ضد النار. اغسلي ماشي، يعني ممكن تستخدم الشنطه كمان ان انت تغسل فيها الفاكهه بتاعتك او اي حاجه، والميه بقى ترميها عادي اهو. وفي الاخر شنطه عاديه جدا، كواليتي الوحش. بصوا بقى ايه الشنطه بتيجي معاها الحاجات دي، دي عشان تحط عليها المشروب بتاعك تمام، ودي عشان ايه تهوي بيها، مروحه فيها كل حاجه، 100 يعني 50 يعني حوالي 200 يعني حوالي 400 جنيه. اهلا بيكم في واحد من اكبر الستاربكس في العالم، اذا ما كانش اصلا اكبر واحد. تعالوا مول يا جدعان، مول مش ستاربكس. اولا ده مش محل ستاربكس بس، ده محل ستاربكس وروستري، يعني محمصه جوه ستاربكس، فبتجيلهم الكوفي بينز من كل جميع انحاء العالم وبيحمصوها هنا في قلب المكان. يعني انت غالبا عمرك ما هتلاقي مكان في ستاربكس بيحمص جوه الفرع. هو مبدئيا المكان كبير لدرجه ان هو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله دورين، انت في مول مش في ستاربكس. مكان مساحته كبيره قوي قوي. الفكره بقى ان ستاربكس هنا عامل زي المطاعم، طبعا من كتر ما هو زحمه فبيديك الجهاز اللي هو بيزمر وبيعمل فايبريشن اول ما الاوردر بتاعك يجهز. هو انا اصلا ما بحبش القهوه والله العظيم، بس ده جامد. بص عندهم هنا مهندس بيهندس مكنه القهوه، واقف بيصلح وبيعمل صيانه للمكنه، لان الموضوع طبعا كبير، يعني ما اعتقدش ان هو الراجل ده مثلا بيجي في الاجازات، لا هو شغال هنا النهار. طبعا عندهم هنا عشان هم بيعملوا القهوه بتاعتهم فبيبيعوها طبعا، يعني دي مثلا من رواندا، في البرازيل، في مش عارف اثيوبيا، في كذا حاجة يعني، وانت بقى بتختار الحاجة اللي انت عايزها. طبعا انا مش في الصين لوحدي، انا معايا صديقي العزيز مؤمن باشا. كريم باشا. فاكرين مؤمن من اول زيارة في الصين؟ كان هو اللي معانا وهو اللي مظبطنا. ايه رأيك في ستاربكس العالمي ده؟ مكان جميل، مكان تحفة، مكان جامد قوي. مكان حلو قوي قوي. يعني انا شايف ان هو مهتمين بيه لدرجة ان هو بقى مزار سياحي. هو جامد وهم عارفين ان هو جامد ومساعدين الناس ان هي تيجي وتقضي يوم يعني. عايز اقول لكم بس ان هو مش بس يعني قهوة والكلام ده، لا هم كمان عاملين هنا سيكشن ميرش بتاع ستاربكس، تيشيرتات، مجات، مش عارف ايه بتاع، ففي حاجات مختلفة في المكان. انا اخر مره قابلتك السنه اللي فاتت بعدها كورونا حصلت على طول، ثلاث سنين ونص تقريبا. رابع سنه دي رابع سنه بالظبط. انت بقى كحد شغال في الصين
او شغلك بيعتمد على الصين. عملت ايه في الاربع سنين اللي فاتت دول؟ كمصانع وتجار اشتغلوا كويس جدا، اشتغلوا اضعاف ما كانوا بيشتغلوا قبل كورونا، لان ببساطه العالم كله كان واقف، هم بس اللي كانوا شغالين. العكس حصل تماما، احنا استغلينا الوضع ده وطورنا سيرفيس هتلاقيه على الويب سايت بتاعنا، خدمه اسمها وصل 360. خدمه وصل 360 دي خدمه بسيطه جدا، كل اللي انت بتعمله ان انت بتدخل تختار المنتج اللي انت عايز تستورده، وحتى لو انت مش من مصر وحتى لو المنتج مش من الصين، انت بتدخل تختار المنتج، بتختار البلد اللي انت عايز تستورد منها والبلد اللي انت عايز تصدر لها والكميه، بتدخل ترفع الصور بتاعه المنتج بتاعك. عجبني مثلا الملاحه دي عايز منها مثلا 2000، اروح حاطط صورتها، بتقول لي اسم المنتج بتاعك تمام والبلد اللي انت عايز تجيب منه، وتحط لي الصور، او لو انت عايز تكتب وصف كامل للمنتج بتاعك، وفريق المبيعات بيتواصل معاك خلال مده اقصاها 48 ساعه، بيقول لك المنتج ده تفاصيله ايه وممكن يتوفر في البلد اللي انت عايز تستورده منها ولا لا، وبنبدا ان احنا نوفر لك اسعار من اكتر من مورد، ومع الوقت بتبدا ان انت تصفي الموردين، تبدا تجيب عينات، تبدا ان انت تكتب عقد او تتفق مع مورد منهم او اتنين، الطلب بيتقدم اوتوميتد، ومن بعدها بنبدا نتواصل معاه وبنقدم له الخدمه دي كلها سواء هنا في الصين او في اي بلد يعني. فانت على مدار الاربع سنين اللي فاتت دول الناس كانت قاعده في البيت وانتوا شغالين عادي؟ احنا اشتغلنا، وعايز اقول لك ان الصين كلها اشتغلت بحجم اكبر بكتير من الحجم المعتاد. اي حد محتاج اي حاجه هسيب لكم اللينك بتاع الويب سايت في الديسكريبشن، وتقدروا تخشوا تختاروا طلباتكم وتعملوا كل التفاصيل اللي هو قال عليها دي. انا شايف ان هي انتوا سهلتوا على الناس ان هي صراحه تستورد وان هي اصلا تفكر. تعتبر اول منصه عربيه لتسهيل عمليات التجاره الدوليه. حلو جدا، حلو جدا. اللينك هسيبه لكم تحت، خشوا تاجروا وخربوا الدنيا، وبقوا يعني ايه افتكروني باي حاجه. حبيبي يا مؤمن.